السلام عليكم. نسمع في كثير من القصص عن تضحية أول من أسلم من قوم نبينا محمد وأمن بالله تعالى، ولكن أقصى وأكثر القصص حزنا كانت قصة آل ياسر، والذين كانوا من أوائل من أسلم وأمن بالنبي، فكان إسلامهم سبب موتهم وتعذيبهم. في هذا المقطع سنحدثكم عن قصة سمية ابنة الخياط وزوجها ياسر وابنهما عمار، والذين عذبهم أبو جهل اللعين حتى الموت، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة، تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. خرج ياسر والد عمار مع أخويه من بلدهم في اليمن يبحثون عن أخ لهم، حتى وصلوا إلى قبيلة قريش، فأحب ياسر حياتهم وطاب له العيش معهم، فعاد أخواه إلى اليمن وبقي هو عند قبيلة قريش عند بني مخزوم، وحالف أبا حذيفة بن المغيرة، فزوجه أبو حذيفة بجاريته سمية بنت الخياط، وأنجب غلاما وحيدا وسماه عمار. وعندما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة إلى الإسلام سرا، فكان آل ياسر من أول من أسلم وآمن بالله تعالى، وكانوا يخفون إسلامهم خوفا من غضب مشركي قريش وبطشهم. وفي أحد الأيام كشف أمر إسلامهم ووصل إلى أبي جهل اللعين، وكان أبو جهل كبير قوم بني مخزوم، فذهب إليهم مع رجاله وقال لهم: تركتم دين آبائكم وهو خير منكم، لنسفهن حلمكم ولنضعن شرفكم ولنكسدن تجارتكم ولنهلكن مالكم. ثم أمر أتباعه فأمسكوهم وألبسوهم دروعا من حديد وربطوهم بالسلاسل ووضعوهم بالعراء على رمال الصحراء بحرارة الشمس الملتهبة، وجعلوا يعذبونهم ويضعون فوقهم الصخور حتى يكفروا ويسبوا نبيهم محمدا عليه الصلاة والسلام. ولكنهم رفضوا الشرك وعصوا أوامر أبي جهل وبني مخزوم، فكانوا يخرجونهم كل يوم إلى العراء ويربطونهم ويعذبونهم حتى يفقدوا وعيهم، ولم يكن المشركون في وقتها يجرؤون على الاقتراب من النبي ومن أبي بكر، فالنبي كان يحميه عمه حمزة وبن المطلب، وأبو بكر كان قومه يحمونه، فكان المشركون يصبون جام غضبهم وحقدهم على المسلمين من العبيد والموالي والذين ليس لهم من يحميهم، وهذا كان حال آل ياسر. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي محمدا كان يمر بعمار وأهله ليطمئن عليهم وهم يعذبون ولا يستطيع أن يدفع عنهم العذاب، فقال له ياسر: الدهر هكذا يا رسول الله، أي إلى متى سنبقى نعذب على هذه الحال؟ فرد عليه رسول الله: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. كما كان يدعو لهم فيقول: اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. واستمر تعذيب بني مخزوم لآل ياسر وهم يرفضون الكفر وسب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ضاق أبو جهل ذرعا بهم وازداد غضبه منهم، فحمل حربته واتجه إلى سمية ابنة الخياط وقد كان عمرها يفوق الستين، وقال لها: اكفري برب محمد. فرفضت، فغرز حربته في جسدها مرة بعد مرة حتى ماتت واستشهدت، فكانت أول شهيدة بالإسلام. ثم انتقل إلى زوجها ياسر وفعل معه كما فعل معها حتى قتله. أما ابنه عمار فكان يعذب حتى لا يعي ولا يدري ما يقول، ومن شدة العذاب أطاعهم وقام بسب رسول الله وتمجيد آلهتهم حتى تركوه بعدها. فذهب عمار مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: فكيف قلبك يا عمار؟ قال عمار: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فقال له النبي: فإن عادوا فعد يا عمار، أي إن عذبوك لتسبني مرة أخرى فافعل ذلك طالما أن قلبك مطمئن بالإيمان. ونزلت الآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه، وكان إذا رآه يقول له: اجلس بجواري يا عمار حتى أدعو لوالديك. وعندما قتل أبو جهل في معركة بدر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر: قتل الله قاتل أمك. وشارك عمار مع النبي محمد في غزواته كلها، كما شارك بعد وفاة النبي في حروب الردة. وقد عاش رضي الله عنه حتى عمر 90 بعد أن خدم الإسلام بكل ما يملك، ثم توفي في معركة صفين. اللهم أسكن آل ياسر فسيح جناتك. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.